إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم وإخواني وأخواتي والمؤمنين والمؤمنات من الفائزين والفائزات. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثنا وإياكم في الجمعة الماضية عن الرقية الشرعية في ميزان الشرع، ولم ننهي الحديث بعد عن هذا العنوان، وكنت وعدتكم أنني سأتمم هذه الخطبة تبعا لعنوانها السابق. وتكلمنا أيها الأحباب الكرام عن سورة الفاتحة لأنها أفضل سورة في القرآن، وكذلك تكلمنا وتؤثر جدا عن السحر وعن الشياطين وعن الإنسان المسوس، وقد جربت بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى قوم وكان فيه ذلك القوم أمير، لقد لغته عقرب، فقرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا أيها الأحباب الكرام عن سورة البقرة، وقلنا بأن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة البقرة في البيت الذي تقرأ فيه يفر منه الشيطان. ثم أيضا أيها الأحباب الكرام تكلمنا عن المعركة التي دارت بين السحرة وبين موسى عليه السلام، ولدي الآن إن شاء الله تعالى بعد آيات سأتممها عن هذا، عن الرقية الشرعية من كتاب الله عز وجل. وقبل أن أتكلم عن هذه الآيات، سؤال يطرح نفسه بنفسه: ما هو هدف الشياطين من السحر؟ الشيطان أو الشياطين جملة، شنو الهدف ديالهم من السحر؟ لماذا يسحر الناس عن طريق الكاهن الكافر؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن هدف الشياطين من السحر: فإياك أن تستجيب لهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يدع عشره على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فيأتيه جنوده فيقول لأحدهم: ماذا فعلت؟ قال: ما زلت به حتى فعل كذا وكذا، فيتركه ويقول للآخر: ماذا فعلت؟ حتى يأتيه شيطان ثالث يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول له الشيطان، فيقول الشيطان له: نعم أنت، فيقربه ويدنيه ويلتزمه، وفي رواية يلبسه التاج. الهدف من كرام الشياطين في السحر يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هو الشيطان يدري صوت قرام العرش على العرش من السكوات سنس يسنس الخوامة، ثم يبعث سراياه اشقال جنود النس، فيأتيه جنوده فيقول لأحدهم: تسد راس الجنود غوع الشيء، قال: صغير مثل من؟ ماذا فعل؟
شيء فيتركه ويقول الآخر ماذا فعل؟ يقول فعلت ما زلت حتى فعل كذا وكذا. فأقول ما فعلت شيئا. شكوى الدلوالو الغاز يزيد الشيطان الذي فرسها ما تركته نارا فاغي الجن والجن الذي فارق جلس الزوجة سامي يطلقي في مغارس بين تسيد قال الشيطان إبريس أنقران الجن الجندي اثنين يفارق مجال الزوجة الزوج يقرا يدني يدعي يدعي يتسياري يقرا نعمة أنت شكي غير النتيجة شكي كير خدمة القران يكسب التجهيز المزيد بوزيتيف دول الهدف من الشياطين زي السحر أيها الكرام يفرقون بين المرء وزوجه وغادي تأتي الآية إن شاء الله تعالى. فإياك أخي الكريم أن تستجيب له. كم وكم من ضعاف الدين والإيمان يغره الشيطان أو يصاب بسحر فإذا به يطلق زوجته. لما تستجيب لهم يا أخي الكريم؟ يا أخي الكريم عندك القرآن فيه علاجه. هذا القرآن يدمر السحرة والشياطين ويحرقهم. واسمع إلى هذه الآيات من قول الله عز وجل في سورة البقرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لأنه اتهم سليمان ابن داود عليه السلام بالسحر. والله تعالى يرد ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الساحر يتعامل مع الشياطين فهو شيطان كافر لله العظيم ولكن الشياطين كفروا. علاج يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اعتصم بالله التجئ إلى الله لأن الله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بل اعلم أخي لو اجتمعت شياطين الجن والإنس الذين على وجه الأرض كلهم أجمعون على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إلى الأيمان الكرام اسم الكريمات القضية كلها ترجع إلى قوة الإيمان وقوة اليقين في القلب بالله جل وعلا وإخلاصك لله جل وعلا. فعلى قدر إيمانك تفر الشياطين منك. القضية كرشي الكرام تعقب الإيمان غالقوة الإيمان الكور غالقوة اليقين الكور بالله عز جل وعلا غالإخلاص مش لله عز وجل مش حارق الإيمان الكور مش حارق فيك يا أول الشياطين. ألم تسمع إلى عمر رضي الله عنه كلما رآه الشيطان في فجه سلك فجا غيره وفي رواية أخرى أنه إذا رآه الشيطان خر على وجهه وهذا ومن قوة يقينه بالله جل وعلا ومن توحيده للرب جل وعلا. فهو لا يتوجه إلا لله ولا يستعين إلا بالله ولا يتوكل على غير الله فحسبه الله جل وعلا. إذا أيها الكرام قضية إيمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مش حال مدى طوال الإيمان يقوى مش حال الذكر يا رب الشيطان اللعين عمر بن مالك يدير شيطان يتكبر يطنف ما راه يجدر ويا تغنف ما راه يصريف وها تطخرب والناس مش جاي تجيب بزاف تضربو اكسجين يطلق وزيد لماذا؟ ما يؤمن لأن عمر ابن الكرام تغرس شدة الإيمان تغرس القوة اليقين الكور تغرس توحيد لله عز وجل انت توكل إلى الله الاستعانة بالله يتوجه الله تعالى ويستعين جسدا لله ويتوكل شيئا لله فحسبه الله جل وعلا. إذا القرآن
وإخلاص وتوجه القلب إلى الله وتبرؤ من الذنوب والمعاصي. هذا هو الله. أتعرف من هو الله الذي تعبده؟ بس الله تعالى يعبد، نعبد الله تعالى، اسم الله تعالى يعبد. أتعرف من هو الذي تتوكل عليه؟ من الذي تستعين به؟ اسمع، في آية أخرى يقول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد، ليس هناك شيطان ولا ساحر ولا كاهن، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وأيضا إليك آية أخرى في الكريم، وهذه الآيات التي أتلوها عليك كلها تستعمل في الرقية. ألقي نفسك بنفسك بهذه الآية، استعن بالله وتوكل على الله فإنه يكفيك وحاسبك جل وعلا. اسمع إلى آية أخرى، وهي أعظم آية في كتاب الله، آية لا تعدلها آية ولا توزن بها آية ولا تساويها آية في كتاب الله، كلها صفات لله. إذا قرأتها في الليل لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآيات، ولا يأخذه حفظه وهو العلي العظيم. الكرسي غير الكرسي، هل آية تسمى بآية الكرسي؟ الكرسي هو موضع قدم الرب جل وعلا. الكرسي خلوق عظيم بالنسبة للسماوات السبع، السماء دي الدنيا وهذا الأرض. شوفوا شحال فيها المساحة، شحال ديال الثقل، شحال ديال الجبال، شحال ديال الأشجار، شحال ديال الأحجار، شحال ديال البشر، شحال ديال السيارة، شحال ديال كذا، كل هذا. السماء الثانية كذلك أكثر منها، هذه السماوات السبع وهذه الأراضي السبع بما فيها، بالنسبة للكرسي مثل خاتم في السحاب. مرة يجينا السماوات السبع والأراضي السبع، أما مش غاية تدير الكرسي السواد على الكرسي، الكرسي في كلمة الله تعالى جل وعلا. أما شنو خادم دي السحاب؟ خادم مرض من درجة السحاب. وأيضا أيها الأحباب الكرام، خواتم سورة البقرة من الآيات المباركة، خواتم سورة البقرة. هذه خواتم سورة البقرة لها شأن عظيم ولها تأثير كبير. إذا قرأتها في ليلة كفتك تلك الليلة، بل جاء في الحديث أن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. الله تعالى يقول يجي الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض سوى 2000 سنة، 2000 عام. ما شأن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب أنزل منه آيتين فقط. الكتاب يوري الله تعالى 2000 سنة قبل رجل الأراضي السماوات يستنزل السجن الله تعالى 2 آيات. إني سيختم سورة البقرة كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. تعرف ما شأن هذا الكتاب؟ أنزل منه آيتين فقط ختم بها سورة البقرة. أتعرف من أين خرجت هاتين الآيتين؟ الآية التي سيختم الله تعالى سورة البقرة ماذا تفهمت؟ من كنز تحت عرش الرحمن. فتتزيج من الكنز سودي العرش من الرحمن سبحانه وتعالى. اسمع إلى هذه الآيات وتدبرها واعرف بأن الله رحم عباده بتلك الآيتين. الآيات بأساس ستدبر الفهم، أجنب بأن الله تعالى يرحم العباد مثل الآيتين. الآية التي آمن الرسول، آمن الرسول مرت حفظت إلى قول الله عز وجل: فانصرنا على القوم الكافرين. إذا أيها الأحباب الكرام، ومن الصور العظيمة أيضا التي تحرق الشياطين وتدمرهم وتهلكهم بإذن الله سورة الصافات، وقد جربت ولعل بعضكم قد شاهد أمرها على شياطين الجن. في هذه
سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان ماري. وليسأل أيها الأحباب الكرام شياطين الجن وليسألوا أجدادهم وعلماءهم شياطين الجن السكسندر جونسون للعلماء أمسن ما الذي جرى بولادة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يقعن؟ ما الذي جرى؟ ما يقعن الأمور ومن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعجبت الجن ورأوا أمرا عجبا ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الجن تعجب إسرائيل جن عمر عجب السماء تدبروا فهموا فلما قضي ولوا الى
قومهم منذرين. ومن غضب الآن قد ابتلاهم ولوا إلى قومهم منذرين، أصبحوا دعاة سربا وملك عقبا غير مسن. منذرين ولوا إلى قومهم منذرين، أصبحوا دعاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا ليس للإنس فقط، للإنس والجن. الإنس يهدي الله تعالى عليه واحد أفضل من حمر النعم، والجن كذلك. إلى أن أسلم شدعة أخوه الجن إلى الإسلام له كذلك هذا الفضل وهذا الثواب. نعم أيها الأحباب الكرام، ولوا إلى قومهم منذرين أشغلوا، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يا قومنا يخربوا خطوه، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، هم مكتب كثيرهم دعوة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم داعي لا يدعو إلى الله يوحد الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله. نعم أيها الإخوة الكرام، والله لو كانت التوبة صادقة ودمعت العين وانكسر القلب أشنو يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إيوا شنو يجب عن ذلك؟ ومن لا يجيب داعي الله والنواع سليمان لم يجب رسول الله ولم يتبع كتاب الله. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض. لا تظن، لا تظن يا من تصر على الظن انسا او جنا كان، يا لا تظن ولا اشتغل واحسب يا من يتسرع عندك الظالم ذا الكفر ذا المعاصي انك معجز الله. لا والله، بل الله عز وجل يملي جل وعلا. قال الله جل وعلا نبي فافعل، هذا تحدي بالمنشط هناك الله. اي وقعة في الارض هي ملك لله، اي خطوة اي شبر في السماء هو ملك لله جل وعلا. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما سمعت الجن هذه الآية وهذا التحدي قالوا لا نكذب بآلاء ربنا، لا نكذب بأي نعمة من نعم الله عز وجل. آمنوا وقالوا لا نكذب بآيات ربنا لأنهم كانوا صادقين مخلصين. عرفوا أن الدنيا أيام قلائل وسنوات قليلة ثم حساب بين يدي الله عز وجل العزيز الجبار. إذن أيها الأحباب الكرام، القرآن، القرآن يا أمة القرآن، القرآن فيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأحبابه وأتباعه من الفضل والوفاء. ما بعد أيها الأحباب الكرام، معشر المؤمنين، معنا وقت جلسنا أخونا ومن جيراننا، نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته. اللهم ارحمه برحمتك، اللهم ارحمه برحمتك، اللهم يا رب أبدله دارا خيرا من داره، وأبدله أهلا خيرا من أهله. اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم ثبت منطقه عند سؤال الملكين. اللهم يا رب اجعله من سكان الجنان، اللهم اجعله من اهل الجنه ولا اجعله من اهل النار. اللهم يا رب اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا اجعله حفره من حفار النار. اللهم يا رب اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا اجعله حفره من حفار النار. اللهم ارحمه ووسع عليه، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بينه وبين المشرق والمغرب. اللهم يا رب لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا اجره
مرضانا وعاف مبتلانا واشفر كسرانا واهدي ضالنا وتول امرنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم، اللهم ارحم جميع مرضى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا جميعا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا جميعا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم يا رب تول امورنا، اللهم احفظنا في حلمنا واحفظنا في ترحالنا، اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ورسلنا على البلاء صابرا. ان الله ولد يسلمون على نبيه الا الله صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين. انك حميد مجيد، ملك البلاد محمد السادس، اللهم وفقه للخير واعينه عليه، سلطه والبطانه الصالحه التي تامره بالمعروف وتنهى عن المنكر، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. امين 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 والحمد لله رب العالمين.